سنة مهجورة في الصلاة في التشهد، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وهو دعاء من أشمل وأجمع الأدعية وأكمل الأدعية. يعني تخيل دعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأدعية الكوامل الجوامع، ثم بعد ذلك كثير منا لا يعلمه، ومن يعلمه يغفل عن ذكره في التشهد. بعد الانتهاء من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة بأن تدعو، رضي الله عنها، بأن تدعو بهذه الدعوات. فقال: يا عائشة، عليك بالكوامل، أو فقال: عليك بالدعوات الكوامل الجوامع تجمع كل خير. قولي سبع، عندك سبع نقاط. النقطة الأولى: اللهم إني أسألك من الخير كله، يعني خير الدنيا والآخرة، جمع لك كل شيء. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. عشان الإنسان في خير كثير لا يعلمه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قد شيء أنت بتكرهه بس يكون فيه خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم وإني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. جمعت كل الأقوال والأعمال التي يحبها الله بهذا الدعاء. اللهم أني أسألك خير ما سألك عنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وسأل الله سبحانه وتعالى إياه، ولا ترك بابا من أبواب الشر إلا واستعاذ بالله منه. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى هذا جملة، وآخر عبارة: وأسألك فيما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته، يعني النتيجة تبعت أي أمر تقضيه لي، أن تجعل عاقبته رشدا، يعني تجعل النتيجة تبعت أي عمل تقضيه لي ولو كان ظاهره شرا، أن تجعل النتيجة خير ورشد لي في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الجوامع، أو عليك بالجوامع الكوامل، ومع ذلك كثير منا يغفل عنه. فحافظ عليه وانشره، أخبر الناس به، أحيى هذه السنة، وتكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.